هيا نصنع بعض الجليد. احترس يا بليز، زجاجتان تتجهان إلى هنا. المفجر. نجحنا، انزلقتا على الجليد. الآن هيا نستخدم الطرحة لنعرف عدد الزجاجات المتبقية. أجل، الطرح هو حين نستبعد أشياء ونعرف كم المتبقي. كان معنا 7 زجاجات واثنتان انزلقتا، كم تبقى؟ 5. أجل، 7 نأخذ منها 2 يساوي 5. استعد، المزيد من الزجاجات تتجه إلى هنا. مفجر الجليد. وهو تخلصنا من 4 زجاجات. انظروا، كان هناك 5 زجاجات والآن ذهبت 4، كم تبقى؟ 1. أجل، 5 نأخذ منها 4 يساوي 1. ترى أين تلك الزجاجة الأخيرة؟ بليز خلفك. نجحنا. أجل، لا شيء سيوقفنا لأنني العميل الخاص بليز. منبه، هذا يعني وقت القيلولة. قيلولة. ياي. زيج نعسان. تنتظر وقت القيلولة يا كراشر؟ لا أريد أن أنام، أريد اللعب على الزلاجة. لكن يا كراشر، هذا وقت القيلولة. أنا كراشر الكبير، لست متعبا. ألعب على الزلاجة. نوما هادئا يا كراشر. أفرع هذه الشجرة هناك تحترق. لا تقلقوا أيتها الطيور، لقد جاء رجال الإطفاء للمساعدة. علينا إطفاء هذه الشعلات كي ننقذ بيت الطيور هذا. واو بليز، هذه الأفرع عالية للغاية، كيف سنرش الماء على هذه المسافة المرتفعة؟ سنتمكن يا إي جي، لأن شاحنة الإطفاء بها مضخة. نعم، المضخة هي آلة تحرك الأشياء مثل الماء والهواء من مكان إلى آخر. في شاحنة الإطفاء تقوم المضخة بشفط الماء ثم تلفه بسرعة عالية، ثم ترسل الماء مندفعاً خارج الخرطوم بقوة شديدة. هيا بنا لنستخدم المضخة في دفع الماء بحيث يصل إلى الفرع عالياً هناك. كي نصل إلى الفرع علينا ضخ الماء خارجاً بقوة 5. أي زر نجد عليه الرقم 5؟ الزر الأحمر، صحيح. لقد نجحت يا بليز، أطفأت ذلك الحريق على هذا الفرع الأول. هيا ندفع الماء أعلى قليلاً إلى الفرع العالي هناك. لضخ الماء إلى الفرع التالي علينا رفع قوة مضختنا إلى 8. أي زر نجد عليه رقم 8؟ الزر الأصفر، صحيح. هوها.
الآن تبقى فرع واحد فقط يحترق، لكنه عال للغاية، ولكي نطفئه علينا إطلاق الماء بأقصى قوة ممكنة. هيا نرفع قوة مضختنا إلى قوة 10. أي زر عليه رقم 10؟ الأرجواني. قوة شاحنة الإطفاء. رائع، أطفأنا الحريق وأنقذنا بيت الطيور. أوه، على الرحب أيتها الطيور. أجل، يسعدنا أننا أنقذنا بيتكم. ليس، سباركل، احترسا. واو، هذا طريق طويل إلى الجانب الآخر. لا تقلق أبداً، أعرف طريقة يمكننا من خلالها العبور لهناك. انظرا، يمكننا ركوب قوس قزح. واو، رائع. واو، لم أقد على قوس قزح من قبل. هيا يا سباركل، لنجربها معاً. لا أصدق، أنا أقود على قوس قزح. هذا رائع. هذا رائع. هذا رائع. أجل. يا فرسان، أعتقد أن لدينا مشكلة. ما هي يا إيجي؟ قوس قزح بدأ يتلاشى. مهلا، لدينا 7 ثوان قبل أن يختفي قوس قزح. ساعدونا في الوصول إلى الجانب الآخر. عدوا من 7 معنا. 7 6 5 4 3 2 1. من الأفضل أن نسرع قبل أن يختفي قوس قزح. ست ثوان فقط للعبور. هيا عدوا معنا، ابدأوا من 6. 6 5 4 3 2 1. أحسنتم يا رفاق، لم يتبقى سوى جسر واحد. من الأفضل لنا أن نعبر بسرعة. لدينا 5 ثوان فقط ويختفي. عدوا معنا، ابدأوا من 5. 5 4 3 2 1. أجل، لقد فعلناها. تفعيل وضع النطاط الفائق. هيا يا فريق، هيا نقفز. انتبه يا بليز، قنفذان أحمران قادمان. ومن هنا يأتي قنفذان أزرقان. بسرعة، هيا لنعرف كم عددها بالضبط. حان وقت مهمة جمع مميزة. أحمران وأزرقان معهما. كم عدد القنافذ كلها؟ 4. أجل، 2 + 2 = 4. سنحتاج 4 قفزات فائقة لنتخطاها. 1 2 3 4. انتبه، المزيد من القنافذ أمامنا. قنفذان أزرقان وثلاثة قنافذ حمراء. أزرقان وثلاثة حمراء، كم عدد القنافذ كلها؟ 5. أجل، 2 + 3 = 5. 5 قفزات قادمة. 1 2
ثلاثة، أربعة، خمسة. علينا فقط تخطي هذه القنافذ الأخيرة. جاءت ثلاثة قنافذ حمراء، وقنفذان أزرقان، وقنفذ أرجواني. ثلاثة حمراء وأزرقان وأرجواني. كم عدد القنافذ كلها؟ ستة. أجل. ثلاثة زائد اثنين زائد واحد يساوي ستة. هيا نقفز. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. لقائي يا قنافذ. أيها المتسابقون، شغلوا محركاتكم. رودي. أوه، انظر، يبدأ السباق في خمس ثوان. هيا عدوا معنا، ابدأوا من خمسة. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنان، واحد. هيا هيا الآن ننطلقوا، هيا لنمضي لنفوت بسرعة، هيا لننطلق، هيا 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 انطلق وخذ بالطريق، هيا يا بليز أسرع أسرع، هيا بنا يا بليز، هيا جرس إنذار السفينة. ترى ما الأمر؟ النجدة. عجباً، هؤلاء الفضائيون يسبحون في الفضاء على كويكبات تشبه الأرقام. علينا إنقاذهم. الدفاع بأقصى طاقة. تماسكوا يا فضائيون، نحن قادمون. النجدة. انظروا، أحد الفضائيين. إنه على كويكب رقم ثلاثة. لحظة واحدة، لمن أصوات القدم الصاخبة؟ أنصت لهذا، كأنها أصوات فكي أخطر كائن في الفضاء كله. أوه، إنه أكبر من أكبر من يحب أكل الأرقام، ويتجه إلى الكويكب رقم ثلاثة. ماذا نفعل؟ حسناً، أكبر من يأكل دائماً الرقم الأكبر، ولننقذ الفضائي سنطعمه برقم أكبر من ثلاثة. تفعيل مدفع الأرقام. قد نطعمه رقم اثنين. هل اثنان أكثر من ثلاثة؟ لا، اثنان أقل من ثلاثة. لنجرب رقم أربعة، هل أربعة أكثر من ثلاثة؟ نعم، أربعة أكثر من ثلاثة. ثلاثة، 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 أربعة. أنقذناك يا صغير. نجوت. انظروا، أكبر من يتجه إلى كويكب رقم خمسة. النجدة، النجدة، النجدة. لإنقاذ الفضائي نحتاج رقما أكثر من خمسة. ربما رقم أربعة. هل أربعة أكثر من خمسة؟ لا، لنعيد المحاولة. لنجرب رقم ثمانية، هل ثمانية أكثر من خمسة؟ نعم، ثمانية أكبر من خمسة. خمسة، 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 ثمانية. نجحنا.
الآن بقي فضائي واحد ننقذه. هلا أسرعنا في هذا لأن أكبر من يتجه إليه مباشرة. إنه على كويكب رقم 7. أسرعوا، نحتاج رقما أكثر من 7. هل 6 أكثر من 7؟ لا، لنجرب رقما مختلفا. هل 9 أكثر من 7؟ نعم، 9 قادمة. 7 7 7 7 7 9. نجحنا. تماسك يا صغير. من هنا يا فريق، عرض حركات دارينغتون على الجانب الآخر من هذا الجسر. انظروا الجسر، إنه ينهار. علينا أن نمنعه من التحطم والسقوط في الماء. هي، لما لا نستخدم إحدى أدوات المسعفين؟ أجل، يمكننا إصلاح الجسر بالضمادات. الضمادات لاصقة جداً، إذا أصبت بجرح تلتصق الضمادة بالجلد وتحميه. تشغيل قاذفة ضمادات الإسعاف. نجحنا. الضمادة تجعل الجسر يتماسك تماماً. احترسوا يا فريق، شقان آخران أمامنا. لإصلاحهما علينا إطلاق ضمادتين. ساعدونا في البحث. أي زر يوجد عليه الرقم 2؟ الزر الأحمر. أجل. 1 2. أوه رائع، لقد نجحنا. استعدوا، هناك 4 شقوق أخرى أمامنا. إذن علينا إطلاق 4 ضمادات. أي هذه الأزرار عليه الرقم 4؟ الزر الأزرق. نعم، واحد اثنان ثلاثة أربعة. أوشكنا على الوصول إلى نهاية الجسر. للوصول إلى هناك علينا إصلاح 5 شقوق. أي هذه الأزرار عليه الرقم 5؟ الزر الأرجواني. صحيح، 1 2 3 4 5. رائع، أحسنتم يا فريق المسعفين. وانظروا، ها هو عرض حركات دارينغتون. أوه، لكن هذه الموسيقى تعني أنه حان وقت بدء العرض. إذن علينا الوصول إليه بأقصى سرعة، إنه وقت سرعة الإسعاف القصوى. لتفعيل سرعة القصوى قولوا هيا يا بليز. هيا يا بليز. أرجو أن يصل فريق المسعفين بسرعة. فريق المسعفين، وصلتم في الوقت المناسب. العرض على وشك البدء، ولا يمكنني أداء الحركات وهناك ثقب في إطاري. لا تخف يا دارينغتون، فريق المسعفين لديه ما تحتاج إليه، ضمادة متينة لاصقة. أحسنتم، الآن نملأ الإطار بالهواء و... أنت جاهز الآن. يبي. شكراً يا فريق المسعفين. السيدات والشاحنات، اللحظة التي أنتم جميعاً في انتظارها. ها هو دارينغتون. الدوائر المتكررة.
ياهو! والآن القفزة الأخيرة! يوهو! يم يم يم! تدا! حسناً يا فريق المسيفين! نجحنا! نعم! أنقذنا جميع أصدقائنا من الطوارئ! هذا صحيح! لأننا لدينا قوى المسعفين! ستايبس، احترس! شكراً يا بلايز! كنت سأسقط من ارتفاع كبير! نعم، ولكن كيف سنعبر جسراً يستمر في الانهيار؟ أعتقد أنني أعرف من يمكنه مساعدتنا. النمرة التمثال. واو! تمثال، هل يمكنك إخبارنا كيف نعبر الجسر المنهار؟ أنصتوا جيداً يا أصدقاء وستكونون بخير. عند عبور هذا الجسر ابقوا على الرقم 9. الرقم 9؟ هاي، انظر لهذا، الجسر عليه بعض الأرقام. والتمثال قالت سنكون بخير طالما بقينا على الصخور التي عليها الرقم 9. ياه، هيا نبحث عن واحدة. أين ترون الرقم 9؟ هناك. ها هو الرقم 9. مستعد يا سترايبس؟ هيا نقفز. ياه! نجحنا! لحسن الحظ لم نقفز فوق أي رقم من الأرقام الأخرى. هيا بنا لنبحث عن الصخرة التالية التي عليها رقم 9. أين ترون الرقم 9؟ إنه هناك! قفزة النمر! أحسنتم القفزة يا رفاق. انظر هناك، لقد اقتربنا من الجانب الآخر للجسر. علينا العثور على رقم 9 أخير فقط. أين ترون الرقم 9؟ 9! إنه بعيد هناك. واو، نحتاج إلى قفزة هائلة. سوف نقفزها، صحيح بليز؟ صحيح. قفزة النمر! نجحنا! واو! انتظر يا بيج ريك بليز، هناك لافتة أمامنا. لكنها مغطاة بالوحل، لا أستطيع قراءة المكتوب. واو! فليبي رش اللافتة بالماء والآن يمكننا قراءتها. مكتوب احترس من الفاكهة العملاقة. انتبه يا بليز، برتقالة عملاقة تتجه نحونا. لا تقلقوا، إذا أسرعنا يمكننا تحطيمها. نعم، لننطلق بسرعة 50. ساعدوني في الوصول إلى 50. عدوا معنا بالعشرات. 10، 20، 30، 40، 50. ووهو! ياه! أحسنت يا بيج ريك بليز. شكراً، لم نفرغ بعد. ها هي ثمرة فاكهة أكبر تأتي. أي نوع من الفاكهة هي؟ تفاحة. لتحطيم التفاحة العملاقة يحتاج بليز أن يصل إلى سرعة 70. عدوا بالعشرات معنا. 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70. أوشكنا على الخروج من غابة الفاكهة العملاقة. يبدو أن هناك ثمرة فاكهة عملاقة أخرى تقترب منا. ما هذه الفاكهة؟ أناناس.
وهي أكبر ثمرة فاكهة حتى الآن. لتحطيم الأناناس العملاق يجب أن تصل سرعة بلايز لمئة. عدوا معنا بالعشرات. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. لقد حطمنا كل الثمرات العملاقة، ويبدو أن فليبي قد عثر على وجبة لذيذة. نعم، أنا أصبح شاحنة رافعة كرة تحطيم. واو، رائع يا بليز. شكرا، هيا اصعد الآن. أجل، وقت تحطيم التاكو. أحسنت يا بليز. شكرا لكم، اتبعوني الآن. بليز انظر، إن الآلي سوف يلقي التاكو العملاق. لا، هذا كثير جدا. أتساءل كم عدد التاكو الذي سأحطمه. أعرف ماذا نفعل، يمكننا التقدير. نعم، خمنوا ما عدد شطار التاكو، 4 أم 8؟ 4. علينا القيام بأربعة تحطيمات. ربما تحتاج للمساعدة من الأم رافعة كرة التحطيم. يا نجحتما. هذا الآلي يلقي المزيد من التاكو. هيا فلنقدر كم شطيرة علينا تحطيمها. خمنوا كم شطيرة، 2 أم 7؟ 7. يبدو أنها كثيرة. جيد أنك لديك. الأب رافعة كرة التحطيم. لا، هيا. نعم، تحطيم جيد. وانظروا الآن، أوشكنا على تخطي آلي التاكو، وهو على وشك الإطلاق مرة أخرى. خمنوا كم شطيرة هذه المرة، 5 أم 10؟ 10. أجل، 10 شطائر. سيتطلب هذا تحطيما أكثر. لا تخافوا، رافعة كرة التحطيم سباركل هنا. هذا رائع. صحيح، لا شيء سيوقفنا ونحن معا، لأننا عائلة بليز. العربات والشاحنات، إنها اللحظة، لحظة معرفة من سيصل أولا لخط النهاية ويكون هو البطل. يا متسابق قادم الآن، إنه كراشر. أخيرا سأفوز بهذا السباق. أنا. يا كراشر اقترب من خط النهاية. لا تقلقوا، يمكننا هزيمته. لدينا شيء لا يملكه أحد غيرنا، السرعة القصوى. السرعة القصوى، السرعة القصوى. كنت أنتظر أن تقول ذلك. نعم. لتعطوني أنا وعائلتي السرعة القصوى، قولوا هيا يا بليز. هيا يا بليز. يا
13 في المقدمة، لكن بليز وعائلته مسرعون. لا بليز، عائلة بليز. شكرا شكرا. أحسنتم جميعا، أنا فخورة بنا. وأنا، لقد كان سباقا رائعا. وأفضل شيء هو فعلناها معا كعائلة. إنه كراشر. تمسك يا صديقي. واو. أله، اليقطينة العملاقة حطمت جزءاً من المضمار. سيء، علينا أن نصلح المضمار لكي نوقف اليقطينة بسرعة. هيا نقيس، هيا نضع المسطرة عند بداية الجزء الفارغ. الآن لنتبع الأرقام حتى نهاية الجزء، هنا عند الرقم 4. أي أننا نحتاج قطعة طولها 4 أمتار لإصلاح المضمار. دعوها لي وللعصا السحرية الآن. أبراكابيكو. صنعت عدة أجزاء. لنقم بالقياس لنعرف أي قطعة طولها 4 أمتار. أي قطعة عند الرقم 4 تماماً؟ القرمزية. نعم، إن طولها هو المطلوب، الرقم 4. وانظروا، إنه كراشر. لا، جزء مكسور آخر. هيا، وقت المسطرة. لإصلاح هذا الجزء الآن نحتاج قطعة تملأ الجزء الفارغ، قطعة طولها 6 أمتار. سأساعدكما. أبراكابيكو. لنستخدم المسطرة. أي قطعة طولها 6 أمتار؟ الحمراء. نعم. اتبعوا هذه اليقطينة. الله، لإصلاح الجزء الأخير سوف نحتاج إلى أكبر قطعة الآن. نحتاج قطعة تكون بطول 7 أمتار. لا توجد مشكلة. أبراكابيكو. أي قطعة طولها 7 أمتار؟ الزرقاء. نعم. ياه، أصلحناه. الآن يمكنني إنقاذ صديقي المقرب كراشر. قبل أن يصل إلى نهاية اللعبة الحلزونية. لن أنظر. لننقذ كراشر علينا السير بسرعة كبيرة واستخدام السرعة القصوى. واو. لتعطونا السرعة القصوى قولوا هيا يا بليز. هيا يا بليز. ها هو. بسرعة لنقل الكلمة السحرية، قولوا أبراكابيكو. أبراكابيكو. كراشر، أنت بأمان. إننا سعداء لرؤيتك. هل أنت بخير يا صديقي؟ نعم، آسف على استخدام العصا السحرية دون استئذان. لا عليك يا كراشر، تذكر أن تطلب ذلك مني، وبعدها قل الكلمة السحرية لصنع شيء ممتع، فلتشاهد. أبراكابيكو. حان وقت إيقاف هذا الآلي المفجر وإلى الأبد. قوة الآلي. مفجر الآلي يضغط بقوة 9.
وقوتي هي 5. أيهما أكثر، 5 أم 9؟ 9. نعم، مفجر الآلي لديه قوة أكبر. لنزيد من القوة يجب أن نركض أسرع. حسناً، ها أنا ذا. انظروا، قوتي ارتفعت إلى 7، والمفجر لديه قوة 9. أيهما أكبر، 7 أم 9؟ 9. هذا يعني أن قوة مفجر الآلي ما زالت أكبر. يجب أن نهزم هذا الآلي. أتمنى لو كان هناك طريقة لنركض أسرع. مهلاً، أنا لدي فكرة. لنحاول أن نعطي آلينا سرعة قصوى. لنعطي آلينا سرعة قصوى، قولوا هيا يا بليز. هيا يا بليز. انظروا، ارتفعت قوتي إلى 10، وقوة الآلي هي 9. أيهما أكبر، 10 أم 9؟ 10. هذا يعني أن لدي قوة أكبر. نعم. نعم، فعلناها. أحسنت يا بليز، أنت بطل. بليز، أوقفت 3 آليين محطمين وأنقذت مدينة أكسل. هناك أي شيء تريد قوله؟ أعتقد أني أريد أن أقول، عندما توجد مشاكل سوف أكون هناك دائما. أنا الآلي بليز. احترسوا يا فريق الديناصورات. ما هذا؟ كراشر سد النفق بهذه الصخور. لا يهم، زيج يحطم الصخور. زيج يحطم. الصخور لا تتحطم. لا عليك يا زيج، بالتأكيد هناك نقطة نحطمها تجعل الجدار ينهار. نعم، وللعثور على هذه النقطة سنستخدم الإحداثيات. إحداثيات؟ الإحداثيات هي رقمان يشيران تحديداً إلى مكان شيء ما. لاستخدام الإحداثيات نحتاج شبكة من الخطوط إلى الأعلى والأسفل ومن جانب إلى آخر. الآن نحتاج رقمين، هذان هما الإحداثيات. الإحداثيات هي 2، 4. الرقم الأول يشير إلى التحرك جانباً بدءاً من هنا. عدوا حتى 2 معنا. 1، 2. رائع، الآن الرقم الثاني هو 4، يشير إلى التحرك 4 صخرات إلى الأعلى. عدوا معنا. 1، 2، 3، 4. إذن تشير الإحداثيات إلى تحطيم الصخرة كي نسقط الجدار. هيا يا زملاء، هيا نحطم. أحسنتم استخدام الإحداثيات يا رفاق. أوه، انظر، زيج يرى جداراً آخر. لنستخدم الإحداثيات كي نعرف أين نحطم هذه المرة. الإحداثيات هي 3، 2. أولاً سنتحرك جانباً 3. عدوا معنا. 1، 2، 3. الرقم الثاني 2، نعد إلى الأعلى 2. عدوا معنا. 1، 2. إنه وقت التحطيم. هيا نحطم. هذا رائع. هذا ممتع. هاي انظر، تبقى جدار صخري واحد فقط. زيج يفكر، فلنراجع الإحداثيات. صحيح، الإحداثيات 4، 4.
أولاً نعد جانباً أربعة. عدوا معنا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. ها ها. الآن الرقم الثاني أيضاً أربعة. نعد إلى الأعلى أربعة. عدوا معنا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أحسنتم استخدام الإحداثيات يا رفاق. الآن هيا نحطم. نجحنا. سيج والأصدقاء يعودون إلى السباق. فريق الديناصور هيا نقم بالإحداثيات. استخدم الإحداثيات لكي تحدد موقعك. ستجد عدة أرقام تعرف بها ما هدفه. الصفوف والأعمدة هكذا نعرف. هيا إحداثيات نحسب بسهولة. إحداثيات هيا نحسب. إحداثيات ستريك مركزك. هيا 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 بنا نقوم بإحداثيات. حاذر يا بليز، هذا السنجاب يلقي علينا بصلاً عملاقاً. لنعد كم عدد البصل الذي نحتاج لتقطيعه. عدوا معي. واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع. تفعيل مقص التقطيع لأربع تقطيعات. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أجل، أحسننا في تقطيع البصل. لا، ها هو السنجاب مجددا. وتلك المرة يحاول أن يوقفنا بالبطاطس العملاقة. عدوا البطاطس معي. واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، خمس. خمس تقطيعات في الطريق. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. أجل، هذا رائع. ياه، السنجاب لديه أكبر خضرواته الآن. جزر عملاق. عدوا الجزر معي. واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، خمس، ست. حان وقت مقص التقطيع. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. حذروا. أولى، البيضة ابتعدت. علينا أن نتخطى تلك البوابات بشكل ما. ربما إن رمينا شيئا ثقيلا جدا على البوابات يمكننا أن نحطمها. زيج يعرف. زيج سيرمي مشبك ورق كبيرا على البوابة. مشبك الورق كبير وثقيل. يا زيج، يمكنني أن أساعدك. أنا لدي قوة نملة خارقة. تذكروا، النمل قوي جدا. إنه يحتاج كل القوة ليحمل القطع الكبيرة من الطعام لبيته. يمكنه حمل أشياء أثقل 100 مرة منه. ها هي. النملة بلايز قوي. قوة النملة الخارقة. تحطمت البوابة. هيا لنسرع ونحطم البوابات الأخرى. انظروا لهذا، البوابة تبدو أقوى من البوابة السابقة. من الأفضل أن نجد شيئا ثقيلا لنحطمها. انظر ماذا وجد زيج. زر وعملة. واو، إنهما يبدوان ثقيلين. لأحطم تلك البوابة علي أن ألقي بالشيء الأثقل. إن الزر يزن جرامين والعملة تزن 5. أيهما أثقل، الزر أم العملة؟ العملة. صحيح، إن 5 جرامات أثقل من جرامين.
حان وقت بعض قوة النمل الخارقة. هذا رائع. من هنا سوف نحتاج شيئا ثقيلا جدا لنحطم تلك البوابة. مهلا، انظر هناك، هناك فرشاة أسنان وقلم رصاص. زيج ليس واثقا أيهما أثقل. هيا لنرى. الفرشاة تزن 7 والقلم الرصاص يزن 5، أيهما أثقل، فرشاة الأسنان أم القلم؟ فرشاة الأسنان. نعم، قوة النملة الخارقة. انظروا، إنها البوابة الأخيرة. انظر ماذا وجد زيج، برتقالة كبيرة وكرة بيسبول. أحسنت يا زيج، لنرى أيهما أثقل. البرتقالة تزن 8 وكرة البيسبول تزن 12، أيهما أثقل، البرتقالة أم كرة البيسبول؟ كرة البيسبول. صحيح، قوة النملة الخارقة. هذا رائع، أحسنت أيها النملة بليز. شكرا، والآن هيا نتحرك، علينا أن ننقذ بيضة اليرعة. ننقذ البيضة، ننقذ البيضة. هيا يا خراف. ها نحن ذا. نعم، تمسك إيجي. نعم بليز، انتبه. لا، القضبان مكسورة، علينا إيجاد طريقة لنصلحها حتى ننقذ الخرافة الصغيرة. انظر ماذا وجدت الخراف، بعض القضبان القديمة. واحدة منها ستكون القطعة التي نحتاجها بالتأكيد. تشغيل نظارة الأبعاد. القطعة المفقودة طولها 7 أمتار، هذا يعني أننا نحتاج قطعة طولها 7 أمتار لنصلحها. هيا لنقص القطع. عندما نقيس نبدأ من الصفر ثم ننظر للرقم حيث تنتهي القطعة. هذه القطعة تنتهي هنا، أي رقم هذا؟ 2. صحيح، طولها 2 متران فقط. لكن هذه قصيرة، لنصلح القضبان نحتاج 7 أمتار تماماً. لنقص القطعة الأخرى، أي رقم تصل له هذه القطعة؟ 5. صحيح. هذه أيضاً قصيرة، القطعتان قصيرتان. لحظة، أنا لدي فكرة، لنجرب وضع قطعة 5 وقطعة 2 معاً. الآن هل طولهما 7؟ أجل، 2 و5 تعطي 7. نجحنا. أجل. نحن هنا يا صغير. بالتأكيد هو سعيد بإنقاذه. هيا يا صغار لنخرجكم من هنا. لقد فعلتها يا بليز، أنقذت الخروف الصغير. على الرحب يا صغير. هيا نصمم ماكينة مثل مركبات الثلوج لنسير بسرعة عبر الثلوج دون انزلاق، لكن دعونا نمنحها شيئا لتخطي هذه الدببة. لذا هيا نمنحها نوابض مثل عصا القفز لكي نقفز من فوق الدببة. نعم، لقد صممنا لأول مرة شاحنة ثلوج بنوابض قفز. ياهي. انظر، 3 دببة أمامنا. أي أننا نحتاج 3 قفزات لنتخطاها.
ساعدوني لكي أجد زر القفز 3 مرات. أي منها هو الرقم 3؟ هذا. نعم. هيا نقفز. 1، 2، 3. ها. نجحنا. لقد قفزنا الآن فوق 3 دببة. لا، يبدو أن هناك 5 أمامنا. بسرعة لنجعل بلايز يقفز 5 مرات. أي منها هو الرقم 5؟ هذا. نعم. 1، 2، 3، 4، 5. أحسنت يا بلايز. أوشكنا على عبور غابة الثلوج، طالما يمكننا أن نتخطى 6 دببة. لنساعد بلايز ليقفز 6 مرات. أي منها هو الرقم 6؟ هذا. صحيح. 1، 2، 3، 4، 5، 6. نجحنا. وانظروا، المطاردة جعلت الدببة تتعب جدا، لقد عادت للنوم. أحلاما سعيدة. بليز وإيجي حول الأرض. لنستمع إلى صوت إطار واتس. أسمعه. ها هو يتدحرج إلى النهر. لا، إطار واتس يبتعد. كيف سنتبعه؟ انظر، هناك قارب. هذا يمكنه أخذنا في النهر. تمسكوا جميعا. نعم. انظروا، عبر الإطار الفتحة بين الصخور. لا، لا تبدو تلك الفتحة كبيرة. لنرى إن كانت ستتسع لقاربنا. تشغيل نظارة الأبعاد. الفتحة بين الصخور عرضها 5 أمتار. هيا نقص لنرى ما عرض القارب. عدوا معنا. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. قاربنا 8 أمتار والفتحة 5. ستتسع لقاربنا؟ لا، إنه كبير. لنجعل قاربنا أصغر، لكن كيف؟ أنا أعرف ما علينا. إن القارب مثبت بالمثبتات، لذا إن أبعدت بعض المثبتات سيصغر القارب. نعم. عمل رائع يا جابي. والآن قاربنا 6 أمتار والحفرة 5. هل ستتسع لقاربنا؟ ليس بعد، يجب أن يكون قاربنا أصغر. أسرعوا، أوشكنا على الوصول. والآن قاربنا 4 أمتار والحفرة 5. هل ستتسع لقاربنا؟ نعم، إنه صغير كفاية. تمسكوا. نعم. فعلناها. وها هو إطار واتس. هيا، الإطار لن يهرب منا تلك المرة. انظر، الطريق كله اختفى. لا، لن نتمكن من الوصول إلى الحريق إلا إذا أصلحنا هذه الحفرة. يمكننا ملء الحفرة بالأسمنت من الخلاطات. نعم، فلنفعلها. لإصلاح الطريق نحتاج أسمنتا لملء الفراغ داخل الحفرة. تشغيل نظارة الأبعاد. المقدار اللازم لملء الحفرة شيء يسمى حجما. ما هو حجم الأسمنت اللازم لملء الحفرة؟ أي رقم هذا؟ 12. نعم، هذا يعني أننا نحتاج 12 ميجا لترا من الأسمنت. أجل يا إي جي، هيا نسقط بعض الأسمنت. انظر لهذا، صببت 2 ميجا لتر من الأسمنت، وإي جي صب 1.
ما مقدار الأسمنت في الحفرة؟ 3. نعم، هناك 3 ميجالتر من الأسمنت، لكن لملء الحفرة كلها نحتاج ل 12 لترا من الأسمنت. يا أصحاب، ها هنا، استخدموا الأسمنت في هذا الخلاط. هيا إلى الأعلى، صبوا الأسمنت. هيا نتفحص حجم الأسمنت في الحفرة. كانت 3 وأضفنا 4 أخرى. ما مقدار الأسمنت في الحفرة الآن؟ 7. صحيح، يوجد 7 ميجالتر من الأسمنت في الحفرة. نحتاج قليلاً من الأسمنت. يا رفاق، يوجد هنا أسمنت. رائع، هيا نصبها. انظر إلى الأسفل، كان حجم الأسمنت 7 وأضفنا 5 أخرى. الآن ما مقدار الأسمنت في الحفرة؟ 12. صحيح، امتلأت الحفرة. نعم، فعلناها. وانظر، الأسمنت يتصلب، يمكننا المرور فوقها. أصبح سريعا يا بليز. شكرا جميعا. قوة الدفع. لنساعد البلدوزر بليز لكي يدفع أقوى من بيغ هورن. بيغ هورن يدفع بالقوة رقم 2، إذا نحتاج إلى القوة أكبر من رقم 2. أي رقم أكبر من 2؟ 1 أم 4؟ 4. صحيح، ياها! إن بليز يدفع أقوى من بيغ هورن. ها قد أتى أخو بيغ هورن الأكبر. إنهما الآن يدفعان بقوة كبيرة جدا. معا يدفعان بقوة رقم 5، إذا نحتاج قوة أكبر من رقم 5. أي الرقمين أكبر من 5؟ 7. نعم، أنت تفعلها يا بلدوزر بليز. اقتربنا من نهاية النفق. إن هذا صعب جداً، ها قد أتى أخو بيغ هورن الأكبر جداً. بسرعة، علينا أن نساعد بليز ليدفع بأكبر قوة لديه. الإخوة بيغ هورن تدفع الآن بالقوة رقم 9. أي من الرقمين أكبر من رقم 9؟ 10. صحيح، قوة الدفع. فعلتها يا بليز، لقد جعلتنا نعبر نفق بيغ هورن. استعدوا للانطلاق، سوف أزيد سرعة دوران المروحة إلى 50. هيا يا بليز، انظر هناك نافورة. تلك النافورة ستستمر في إغراق المضمار لو لم يغلقها أحد. يمكنني هذا، كل ما أحتاجه هو أدوات التزلج. نعم، ووهو. هيا يا جابي. حسناً يا نافورة، حان وقت إغلاقك. لقد أغلقت النافورة. رائع، الآن هيا دعونا نغلق باقي النافورات. كلما رأيتم نافورة قولوا نافورة. نافورة. وهو. أحسنت يا جابي، استمروا في البحث. عند رؤية النافورة التالية قولوا نافورة.
فقط تبقت واحدة. عند رؤية النافورة الأخيرة قولوا نافورة. نافورة. أحسنت يا جابي، أغلقت كل النافورات. وانظرا، الماء ينخفض. رائع. أجل. والآن هيا، لدينا سباق مهم. هيا. لا، ما هذا؟ يا سيد بليز، لقد أنقذتني. هيا من هنا. أنا أقول إن تلك المتاهة مليئة بالأفرع الزلقة. كيف سنعبر من خلالها؟ لا تقلقوا يا فرسان، أنا وإيجي سنقودكم الآن. المتاهة مليئة بالطرق التي تؤدي إلى الأفرع الزلقة، لكن هناك طريق واحد يقودنا بعيدا عن الأفرع الزلقة ويخرجنا من المتاهة. هيا خذ الطريق يا سيد بليز. تذكروا، لنبقى بعيدين عن الأفرع الزلقة علينا أن نبقى في الطريق المستمر. ولنستمر، هل نأخذ الطريق الأول، الطريق الثاني، أم الطريق الثالث؟ الطريق الأول. نعم، لا توجد به أفرع زلقة تغلق الطريق. مفترق آخر، فلنختر أي طريق نسلك. ومن الأفضل أن نختار بحكمة، فنحن لا نريد أن نصطدم مجددا. بالأفرع الزلقة. لكي نستمر، هل نأخذ الطريق الأول، الطريق الثاني، أم الطريق الثالث؟ الطريق الثالث. صحيح، لننطلق. هيا بنا. هيا بنا. هذا رائع، أوشكنا على الخروج من هذه المتاهة. نعم، ولكن الطريق يفترق لمرة أخيرة. لكي نستمر، هل نأخذ الطريق الأول، الطريق الثاني، أم الطريق الثالث؟ الطريق الثاني. لقد نجحنا. انظروا، يوجد منحدران هناك. لكن أي منحدر سنختار؟ هيا لنرى ذلك. تشغيل نظارة الأبعاد. تذكروا، المنحدر الأطول هو الأسهل في الصعود. هذا المنحدر قياسه 7، وهذا المنحدر قياسه 4. أي الرقمين أكبر، 7 أم 4؟ 7. نعم، أي أن هذا المنحدر هو الأسهل في الصعود. هيا يا كراشر. هذا ينجح. سوف نفعلها. وانظر، الفريق الأزرق أخذ المنحدر الأقصر. سوف يواجهني مشكلة في الصعود. هذا صعب جدا. هذا رائع، نجحنا. يوجد هناك حائط أكبر أمامنا الآن. لكنني أرى كيف سنصعد. انظروا، منحدرات أخرى. هيا لنقيسهما لنعرف أيهما أطول. هذا المنحدر قياسه 8، وهذا المنحدر قياسه 6. أي الرقمين أكبر، 8 أم 6؟ 8. صحيح، أي أن هذا المنحدر هو أطول وأسهل في الصعود. نحن نفعلها. وانظر، إنه الفريق الأصفر. يجب اختيار الأطول. نجحنا. وأفضل شيء، بقي أمامنا حائط واحد لنصعده. أكبر وأطول حائط رأيته. ياه، لكن انظروا هناك، 3 منحدرات أخرى. بسرعة، ساعدونا لنختار المنحدر الأطول. هذا المنحدر قياسه 5، وهذا المنحدر قياسه 7، والمنحدر الأخير قياسه 10. أي الأرقام هو الأكبر؟ 10. نعم. هيا يا كراشر، لنفعل هذا.
سنفعلها، نحن سنفعلها. أحسنت يا شريكي. نعم. واو. لا، هناك الكثير من الثيران تطاردنا. بسرعة، هيا نعد ونرى كم عدد الثيران خلفنا. عدوا معي. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ثيران؟ ماذا سنفعل؟ مهلاً، أنا عندي فكرة. إذا قفزنا فوق هذه المياه، أظن أن بعض الثيران لن تستطيع تتبعنا. نعم، هيا نفعل هذا. هل ترون هذا؟ 4 من الثيران سقطوا في الماء. كان هناك 7 ثيران تطاردنا، لكن 4 منهم قفزوا في الماء. كم ثور منها يطاردنا؟ 3. نعم. مهلا، انظروا براميل. ماذا لو لم يستطع بعض الثيران تتبعنا إذا قفزنا فوقها؟ نعم، هيا نجربها. انظروا، 2 من الثيران سقطا في البراميل. كان هناك 3 ثيران تطاردنا، واثنان لم يستطيعا القفز. كم ثور متبقي؟ 1. نعم. ياه، لكن الثور الأخير هو محطم. الطريقة الوحيدة لكي نسبق محطم أن نجري بسرعة فائقة ونستخدم السرعة القصوى. لمنحنا السرعة القصوى نقول هيا يا بليز، هيا يا بليز. وبيكل. أنا حقاً لم أنطلق بسرعة هكذا لأسبق ثوراً عملاقاً من قبل، لكن أنت لا تعلم ماذا تستطيع أن تفعل حتى تحاول. يوه، عصابة الضاربين تلك تطاردنا في كل مكان. كيف سنبتعد عنها؟ أنا لدي فكرة. انظر لأعلى، صخور كبيرة يمكننا استخدامها لسد الوادي حتى لا تتبعنا العصابة. تفقد هذا. هذا الجزء من الوادي عرضه 3 أمتار، لذا نحن نحتاج صخرة عرضها 3 أمتار تماماً. لنجد صخرة 3 أمتار، نبحث عن الصخرة التي ترتفع إلى الرقم 3 على المسطرة. أي صخرة ترتفع إلى 3؟ هذه، صحيح، إنها 3 أمتار تماماً. ياه! ما هذا؟ المزيد من عصابات الضربين. وهي مقرفة أكثر من السابقة. بسرعة، هيا نحبسها حتى لا تستطيع تتبعنا. الوادي أمامنا يتسع حتى 4 أمتار، لذا نحتاج صخرة بقياس 4 أمتار. أي صخرة ترتفع إلى الرقم 4؟ هذه. نعم. لا، لن تفعلي يا ضربين. أوقفناها مجددا. انظرا، إنها نهاية الوادي. هذا سيء، ها قد أتى أكثر ضربين مقزز على الإطلاق. يجب أن نغلق الوادي ونوقف هذا الضربان. نهاية الوادي تتسع لسبعة أمتار. أي صخرة ترتفع للرقم 7؟ هذه، إنها المقاس نفسه.
وداعا يا عصابة. انظروا، إنه كراشر. إنه قريب من خط النهاية. تمسك يا رفيقي، سنلحق به. أوه لا، بليز وفريقه خلفي تماما. يجب أن أسرع وأقوم بالغش مرة أخيرة. سأستخدم جهاز التحكم لتشغيل المغناطيس العملاق. ما الأمر يا بليز؟ شيء يسحبني إلى الخلف. إنه المغناطيس العملاق. هذا المغناطيس قوي جداً. حتى يبتعد عنه يحتاج أن يسرع ويدير إطارته بسرعة جداً. نعم، نريد أن تكون سرعة الدوران تصل إلى 100 تقريباً. أعرف كيف أجعل إطاراتي تدور بسرعة. يمكننا استخدام السرعة القصوى لنمنح إطاراتي السرعة القصوى. قولوا هيا يا بليز. هيا يا بليز. انظروا، سرعة دوران الإطار الآن 60 70 80 90 100. هيا انطلق. سوف أفوز، سوف أفوز، أنا سوف أفوز. سأخذ هذا. استرجعت جهاز تحكمي. أجل. فريق بليز يفوز. فريق بليز يفوز في سباق مدينة أكسل الكبير. رائع. لقد نجحنا، فزنا. أحسنت يا فريقي. آلي التحطيم أمامنا. يبدو أنه وقت عمل بيكل الخارق وعمل قوة الجليد الخارقة. أيها الآلي، فلتجرب هذا المقاس. ثلاجات الجليد. أحسنت يا بيكل الخارق، لقد أوقفت آلي التحطيم هذا. ما زال هناك آليون أمامنا. هيا نعد كم آلياً متبق. عدوا معي. 1 2 3 4. إنكم بالطبع لستم مثل كراشر الخارق وقوة الفقاعات. سوف أوقف مشاكلك بفقاعة عملاقة. واو، هذا رائع. رائع يا كراشر الخارق، أوقفت آلية تحطيم آخر. لكن يتبقى آليون. كم آليا يتبقى الآن؟ 3. نعم، وعلينا أن نوقفهم الآن لأنهم متجهون نحو حفل عيد ميلاد. هيا يا إي جي الخارق، علينا أن نستخدم قوتنا الخارقة لكي نوقف الآليين. القوة الخارقة. أحسنتم يا فريق. انظر يا بليز، إنه سبيدريك. أنا أراه يا إي جي، إنه يأخذ المفتاح داخل كهف. كهف يبدو شبيها جدا بالأسد. أسرع، لا يمكننا تركه يهرب. غريب، يبدو أن أحدا ما يتبعني.
أوه، ولكن هذا مستحيل. لا يوجد أحد سريع كفاية للحاق بي. إنه هذا المدعو بليز. منذ متى وهو سيارة سباق؟ حسناً، إذا اعتقد أنه سيأخذ المفتاح فمن الأفضل أن يفكر مجدداً. أها، وهذا سيوقفه. بليز لا يستطيع اللحاق بي، إن كان لا يستطيع الدخول. ما هذا؟ إن كهف الأسد يغلق. تستطيع أن تفعلها، أنت سيارة سباق. لدينا فقط 8 ثوان لندخل. عدوا تنازلياً من 8 7 6 5 4 3 2 1. ووهو! لقد فعلناها. ها هو هناك، إنه متجه إلى كهف وحيد القرن. ألا إنه يغلق هذا الكهف أيضاً؟ بسرعة، لدينا فقط 6 ثوان لندخل. عدوا تنازلياً من 6 6 5 4 3 2 1. ووهو! حركة جيدة يا بليز. لقد نجحوا مجدداً. حسناً، أنا سأجعل هذا الكهف يغلق بسرعة خارقة. يا بليز، أوشك على الإغلاق. لدينا فقط 4 ثوان. عدوا تنازلياً من 4 4 3 2 1. ياهي، لقد نجحنا. حركة جيدة يا بليز. هيا دعونا نفجر الجليد. مدهش. أرى الجليد يتكسر. بسرعة، هيا نستمر في الحركة ونمسك الديناصورات. بليز احترس، جليد آخر. هناك 3 قطع جليد أمامنا وواحدة أخرى ظهرت للتو. كم عدد كل قطع الجليد؟ 4. صحيح، ساعدوني في تكسيرها جميعاً. عدوا لأربعة معي. 1 2 3 4. احترس يا بليز، قطعتان جليد أمامنا و3 أخرى ظهرت الآن. كم عدد كل قطع الجليد الموجودة؟ 5. نعم، هيا نكسرها. عدوا إلى 5 معي. 1 2 3 4 5. انظروا، اقتربنا من الديناصورات. احترس، هناك 4 قطع جليدية و3 أخرى. كم عدد كل القطع؟ 7. هيا نكسرها. عدوا إلى 7 معي. 1 2 3 4 5 6 7. نجحنا. تماسكوا يا ديناصورات، زيد سينزلكم. زيد رائع. يا زيك سعيد أيضاً لرؤيتكم. كان هذا وشيكاً. يجب أن نفعل شيئاً، مروحة سووبس تبتعد الآن. مهلاً، أنا لدي فكرة. هيا نستخدم كتلة الجليد العملاقة كمنحدر. إذا قضنا بسرعة على المنحدر يمكننا القفز فوق كومة الثلج. نعم، هيا نفعلها. للقفز فوق كومة الجليد علينا القيادة بهذه السرعة. ما هذا الرقم؟ 9. نعم، ساعدوني لأسرع حتى 9. عدوا لـ9 معنا. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 اوهو! لقد فعلناها! استعد يا بليز، هناك كومة ثلج أخرى، إنها أكبر! لنقفز فوق تلك الكومة، علينا أن نقود أسرع من 9. نحتاج إلى الوصول لهذا الرقم 14. عدوا معنا لأربعة عشر، نبدأ من 9. 9 10 11 12 13 14. هذا رائع، قفزنا فوق كومة ثلج أخرى. فقط قفزة أخرى للذهاب. لكنها أكبر كومة هنا. للقفز فوق آخر كومة علينا التسارع إلى هذا الرقم 20. عدوا معنا لعشرين، نبدأ من 14. 14 15 16 17 18 19 20. لقد فعلناها! انظروا، عبرنا من فوق كل أكوام الثلج. الآن هيا فلنلحق بتلك المروحة من أجل سووبس. إي جي، أعطني بعض السرعة. ياهو! سفينة القرصان بيغ هورن. إنه يحاول أخذ ماكينة الحلوى. هيا علينا إيقافه. ليس سريعا يا قرصان بيغ هورن. ماكينة الحلوى القطنية ليست ملكا لك. لإمساك ماكينة الحلوى علي أن أسحب أقوى من القرصان بيغ هورن. أحتاج قوة أكثر. نعم، قوة السحب أو الدفع. الشاحنات لديها قوة محركات كبيرة، وهكذا حتى عند تحميل المقطورة بالأشياء الثقيلة يكون لديها قوة لسحبها. والآن الشاحنة بليز يسحب بالقوة رقم 1، والقرصان بيغ هورن يسحب بالقوة رقم 3. أي الرقمين أكبر، 1 أم 3؟ 3. نعم، أي أن القرصان بيغ هورن يسحب بقوة أكبر. بسرعة فلنساعد الشاحنة بليز ليسحب أكثر. زيادة القوة. إنها تنجح. بليز الآن يسحب بالقوة رقم 6. أي الرقمين أكبر، 6 أم 3؟ 6. صحيح. الآن بليز لديه قوة أكبر. نعم. ألا القرصان بيغ هورن يسحب بأقصى ما لديه. إنه يسحب بالقوة رقم 8. أي الرقمين أكبر، 6 أم 8؟ 8. إن بيغ هورن يسحب بقوة أكبر. لا يمكنني أن أدعه يأخذ ماكينة الحلوى. زيادة القوة. جيد يا بليز، تسحب بالقوة رقم 12. أي الرقمين أكبر، 12 أم 8؟ 12. نعم، لا أحد لديه قوة أكبر من الشاحنة بليز. لقد حصلنا على ماكينة الحلوى. اتبعيني يا سيارة السباق، هذا هو وقت السهر. استعدوا جميعا، الآلة تبدو أنها على وشك قفز كرة ثلج عملاقة. إن الثلج يبدأ في الذوبان في درجة حرارة 1 سيليزية. ساعدوني لنجعل هذا المدفع يسخن كرة الثلج على درجة 1. قولوا درجة 1. درجة 1. ووهو!
جيد يا بليز. احذروا، الآن ستقذف كرة ضخمة من الشوكولاتة. الشوكولاتة تذوب في درجة حرارة أعلى من الثلج، 30 درجة. ساعدوني في تسخين الشوكولاتة لدرجة 30. قولوا 30 درجة. 30 درجة. وداعا كرة الشوكولاتة، مرحبا بركة الشوكولاتة. الآن الآلة تقذف كرة ضخمة من الجبن. الجبنة تبدأ في الذوبان عندما تكون في درجة 65. هيا ساعدوني، قولوا 65 درجة. 65 درجة. حسنا. ذائبة. انظروا، هذه الآلة سيئة أمامنا تماما. ياه، لكنها قذفت الآن كرة ضخمة من الصلب. الصلب لن يذوب حتى تصبح الحرارة قصوى، نحتاج إلى تسخينها لألف وثلاثمائة وسبعين درجة. بسرعة، قولوا ألف وثلاثمائة وسبعين درجة. ألف وثلاثمائة وسبعين درجة. هيا فلنسرع وننطلق. عد تنازليا إلى الإحراق بعد 5 ثوان. عد تنازليا، ابدأوا من 5. 5 4 3 2 1. إحراق. هيها. نجحنا. الآن سنحصل على الكنز. طبقا للخريطة، الكنز مدفون تحت علامة الإكس الكبيرة. دائما تكون هذه هي العلامة. لابد أنها موجودة في مكان ما. ساعدونا في البحث. أين ترون العلامة؟ نعم، ها هي. الكنز مدفون هنا تماما، هيا نخرجه. أعرف، هيا نستخدم السرعة القصوى للحفر وإخراج الكنز بسرعة. لتجعلوني أحفر بسرعة كبيرة، قولوا هيا يا بليز. هيا يا بليز. انظروا، إنه الكنز، وجدناه. رائع، حصلنا عليه. هيا نفتحه لنرى ما بداخله. حسنا، هيا بنا. لا، تحول إلى مضمار سباق كبير. مدهش. كنز يمكنك القيادة فيه؟ هيا اضربني، إنه مضمار الكنز. هيا يا طاقمي لنقم بجولة. هيا ننطلق. خذوا أماكنكم. استعداد؟ هيا.